إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة. مرحبا بكم دكتور سمير، حياكم الله. شكرا. أهلا بكم. إذن تركيا الآن دكتور سمير توقع مذكرة مع السويد وفنلندا، تمهد طبعا الطريق إلى انضمامها هذين البلدين مهمين في أوروبا إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو. يعني ماذا حصلت برأيك دكتور سمير تركيا من مكاسب أو من اتفاقات لكي تغير لنقل موقفها تجاه هذه القضية المهمة؟ صحيح. نعم صحيح. تفضل. مرة أخرى مساء الخير للجميع وشكرا على الاستضافة. طبعا يعني أنا أظن أنه هذه المذكرة الثلاثية هي إنجاز سياسي دبلوماسي كبير ومهم بالنسبة لتركيا، لأنه منذ البداية كانت أنقرة متمسكة ببعض المطالب والشروط والمواقف التي تصر عليها من قبل السويد وفنلندا، تحديدا في موضوع توصيف وتكريس تثبيت حزب العمال أنه حزب تنظيم مجموعات إرهابية، ورفض هذا الدعم الذي تقدمه السويد وفنلندا لمجموعات قسد ومساد وما يسمى بوحدات الحماية، وتسليم بعض المطلوبين، حوالي 30 شخصا مطلوبين للعدالة، سواء كان ناشطين في مجموعات PKK أو في مجموعات الكيان الموازي المحسوبة على مجموعات جولان المتهمة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016 كما تتذكر. الآن في نقطة في غاية الأهمية، أن تركيا نعم في هذه المذكرة وضعت الكثير من المطالب التي كانت تريدها، لكن المسألة ستكون أيضا مرتبطة بعملية التنفيذ والتزام البلدين بالتزامهما بتنفيذ بنود هذه المذكرة. صحيح أنه ربما كان في عملية مقايضة فتح الطريق أمام عضوية البلدين في مقابل هذه المكاسب، صحيح، في حلف شمال الأطلسي مقابل الشروط والمطالب التركية، لكن أظن أنه علينا التريث بعض الوقت بانتظار معرفة كيف ستقوم السويد وفنلندا بترجمة نص وبنود ومواد هذه المذكرة. لماذا دكتور هل تخشى تركيا من مماطلة السويد وفنلندا؟ نعم هذه نقطة يعني أولى مهمة، أظن يعني أنه هذه المرحلة الاختبارية مهمة للغاية، وربما أيضا قد يكون هناك تحولات أو تغيرات في المشهد السياسي الداخلي في البلدين، وهذه نقطة تقلق منها أنقرة، لأنه هي مذكرة تفاهم على مستوى القانون الدولي، مستوى الإلزامية الدول بها مختلفة عن موضوع الاتفاقيات والعقود التي تنظم بين الدول. لذلك وضعية المذكرة هي اتفاقية عامة، اتفاقية إطار كما نسميها نحن في القانون الدولي، وهذه نقطة تقلق تركيا. الآن في نقطة أيضا في غاية الأهمية، هل هذه المذكرة ستنعكس بنودها على بقية دول حلف شمال الأطلسي أم لا؟ يعني الخطة التركية برأيي أنا كما أتابع ستمتد إلى غير السويد، نقل صحيح تماما أتفق معك، هي نقل بنود هذه الاتفاقية وإلزام بقية دول حلف شمال الأطلسي بها، ليس فقط في موضوع حتى أمريكا، ليست أوروبا وحدها، صحيح هذه أيضا باعتبارها عضوا مهما في الحلف يعني. نعم. الآن النقطة الأهم أيضا برأيي هي أنه موضوع قسد ومسد. لماذا؟ لأنه كما أشرت أنت أيضا الآن الموقف الأمريكي مازال موقف داعم لهذه المجموعات، صحيح، في سوريا تحت ذريعة أنها تحارب مجموعات داعش. ربما يتغير الآن الموقف بعد الحرب الروسية، صحيح صحيح. الآن لذلك الآن تركيا أظن من خلال هذه المذكرة تريد أن توجه رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أنها عليها هي الأخرى أن تراجع سياساتها ومواقفها في التعامل مع موضوع قسد ومسد في سوريا، نقطة أولى، وموضوع مراجعة تقديم هذا الدعم العسكري الذي تصر عليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الوحدات في شمال شرق سوريا. مكاسب تركيا الآن واضحة، يعني ما ستحققه من مصالح من جرى هذه الصفقة لنقل فن وسمي أو الاتفاق
بالمقابل بل المنافع والمصالح التي سيكتسبها حلف شمال أطلسي عموما وأوروبا أمريكا، يعني خصوصا كانت هذه أوراق ضغط ربما تستخدمها على تركيا، خصوصا جماعة فتح الله جولن أو حتى حزب العمال الكردستاني. صحيح صحيح. الآن في استراتيجية أطلسية جديدة بدأت تنطلق مع العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. هذه الاستراتيجية برأيي أنا كما أتابع ستكون مختلفة في الشكل والمضمون والطروحات والشعارات واستراتيجيات التحرك بشقه العسكري الأمني المادي في المرحلة المقبلة. هناك الآن ما نسميه نحن أيضا دوكترين، ميثاق أطلسي جديد يختلف عن ما كان يردده هذا الحلف في الفترة الماضية. ما هي أسس هذه الانطلاقة أو هذا الميثاق الجديد؟ طريقة جديدة للتعامل مع روسيا أولا، طريقة جديدة. هذا الحلف، حلف شمال الأطلسي، كان حتى الأمس القريب قبل 4 أشهر فقط قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية يطلق على روسيا توصيف شريك من خارج الحلف. كانت العلاقات قد تطورت تحسنت بين روسيا وحلف شمال الأطلسي إلى هذه الدرجة. الآن بعد العملية العسكرية الحلف بدأ يراجع كل هذه السياسات في التعامل مع روسيا. رسالة ثانية برأيي مهمة على مستوى الحلف سنتابعها أنا وأنت في المرحلة المقبلة باتجاه الصين. أظن الحلف سيعتمد أيضا سياسة صينية جديدة، يعني الصين الآن عندها مشكلة مع الحلف أنه الحلف بدأ يرى فيها أنها دولة تشكل خطرا على مصالح استراتيجية للحلف في التعامل مع مسائل أمنية واقتصادية. ملف تايوان مثلا كما تتذكر أنت أيضا. في نقطة مهمة بالعودة للسؤال الذي طرحته، أنه إنجازات كثيرة برأيي سيحققها الحلف على ضوء قبول السويد وفنلندا، ليس فقط مسألة التمدد الجغرافي والجيو السياسي لاقتراب أكثر فأكثر من الجبهة الغربية الحدودية مع روسيا، بل أيضا كسب الثقل السويدي والفنلندي من الناحية البشرية، من الناحية العسكرية، من الناحية الاقتصادية المادية، أكثر من مسألة سيستفيد منها الحلف في المرحلة المقبلة. هذه المكاسب دكتور سمير التي ستتحقق في القريب ربما العاجل لتركيا تحديدا، هل ستؤثر برأيك في سير الانتخابات التركية المرتقبة؟ طبعا أظن سيكون لها الارتدادات الإيجابية الكبيرة لصالح حكومة العدالة والتنمية، خصوصا إذا ما التزمت السويد وفنلندا بتنفيذ بنود المذكرة نقطة أولى، وتمكن حلف شمال الأطلسي من إنجاز عملية التوسعة خلال أشهر قليلة مقبلة، لأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي كان له تصريح في الساعات الماضية يقول أنكم للعالم أنكم سترون عضوية سريعة جدا للبلدين في الحلف، وهذا يعني أنه الحلف يريد تسريع عملية العضوية ويريد من كلا البلدين إنجاز عملية التفاهمات التي تمت مع الجانب التركي، وهذا سينعكس برأيي كما شرط أنت في السؤال على الداخل التركي سياسيا أمنيا ربما اقتصاديا أيضا واقتصاديا أيضا ما يهم المواطن التركي يعني. وهذه النقطة مهمة الآن. لماذا؟ لأنه الحوار نعم التركي مع البلدين مهم للغاية، لكن كما تبعت أنت أيضا القمة التركية الأمريكية التي عقدت هذا المساء مهمة أيضا، ساعة من الحوار والمحادثات والمفاوضات. النتيجة الأولى كما فهمت أنا كانت تسريع عملية تسليم تركيا مقاتلات F-16، 40 مقاتلة تريدها تركيا، وتحديث 80 مقاتلة من الطراز نفسه من طراز F-16 تريد تركيا تحديثها من قبل الجانب الأمريكي. لكن هنا كيف سيكون رد الفعل الروسي، يعني خصوصا بعد إعلان حتى ستولتنبرغ أن هذه العودة ستكون سريعة لفنلندا والسويد، ستندمج في الاتحاد أيضا تسليم تركيا هذه الطائرات. يعني هنا أنا أقرأ أيضا خبر هددت روسيا بنشر صواريخ إسكندر على حدودها. صحيح. يعني هددت الدولتين إذا نشرت يعني هذه الصواريخ. كيف تتوقع الرد الروسي هنا إذا تطورت الأمور أكثر؟ يعني صحيح، الرد الروسي مهم للغاية. نحن تابعنا في الساعات الأخيرة بداية هذا الرد. مثلا المتحدثة باسم الخارجية الروسية قالت لنا قبل ساعات فقط أنه على الجانب التركي
عدم الدخول في مغامرة عسكرية في شمال سوريا. هذا الموقف الروسي جاء بعد ساعات فقط من إعلان مذكرة التفاهم بين تركيا وبين السويد وفنلندا، رسالة روسية أولى تعني الجانب التركي. رسالة ثانية الآن أظن نتوقعها أنه على ضوء عملية التوسعة، قرار التوسعة، سيكون هناك استراتيجية تحرك عسكري استراتيجي روسي جديد، وهذه الاستراتيجية الجديدة شئنا أما بينا ستعني تركيا. نقطة ثالثة، كيف سيكون هذا التحرك؟ هذا ما سأقوله لك الآن، أنه هذه الآن هذه عملية إعادة التموضع الأطلسي الجديدة سيواكبها حتما عملية إعادة التموضع روسي في المرحلة المقبلة. هذا التموضع شئنا أم أبينا، وهنا أجيب على السؤال الذي سألته، سيدفع تركيا أكثر فأكثر للاقتراب من حلف شمال الأطلسي وربما للابتعاد عن الكثير من التفاهمات التي تمت مع الجانب الروسي بالرغم من دبلوماسية تركيا. يعني الآن في عندنا سياسة براغماتية مهمة، حماية المصالح المشتركة مهمة. البعض بدأ يقول لنا أيضا هذا المساء، حتى محللين روس يقولون لنا أنه لن يكون هناك أي ارتدادات سلبية على العلاقات التركية الروسية في المرحلة المقبلة، أن روسيا مصرة على حماية علاقتها ومصالحها مع تركيا. لكن في عنا ملفين أساسيين الآن نناقش ما مع روسيا كما تعرف أنت أيضا في موضوع الحرب الأوكرانية. النقطة الأولى، تركيا عندها وساطة سياسية دبلوماسية بين الأطراف، هل ستواصل روسيا فتح الطريق أمام هذه الوساطة؟ نقطة ثانية مرتبطة بملف النقل ألاف الأطنان من الحبوب من أوكرانيا إلى الخارج، ستساعد تركيا في صحيح نقل. وتركيا تريد إنجاز هذا المشروع، هذه الخطة أيضا. هل روسيا ستفتح الطريق أمام الحراك التركي في المرحلة المقبلة أم لا؟ يعني في عنا حساسية ربما علينا أن نتابعها عن قرب في هذه المسائل. ربما سيكون هناك لقاء أكثر نتناول فيه التفاصيل. شكرا جزيلا لك الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا لك. شكرا. حياكم الله.